يدخل كما هاشمت هذا اللقاء هو يملك 9 نقاط، لعب 8 لقاءات، تفوق في لقاءين، انهزم في 3 لقاءات، تعادل في 3 لقاءات، له 5 أهداف واستقبلت شباكة 4 أهداف. في المقابل فريق أخضر البيضاء اللي لعب 8 فاز في 6 خسر في 1، تعادل في لقاء وحيد. للمهدي الكوتي لعب كرة عرضية ولكن تتحول من الدفاع، تتحول من دفاع فريق دار نصة للمدافع أحمد قصيبات والظهير العصري في هذا الفريق وأيضا من اللاعبين المتميزين بصفوف فريق الأخضر اللي أكيد حيصي كرة عالية في اتجاه الوسط وجميل. وأول أهداف، وأول أهداف في اللقاء، أول أهداف في اللقاء لأخضر البيضاء. أخضر البيضاء يسجل أول أهداف أمامنا سمير شمام المدرب التونسي قائد الفريق قائد المشوار في المسابقة. تمشي الكرة اللي مرت من أمام الجميع لتصل من رجل اللاعب التراوري اللي أودعها الشباك، وبالفعل هو الهدف مقابل لا شيء، هدف خضراوي. وشوفوا لمسة في التراوري أودعها الشباك، يلف بالكرة، ممكن لاعب كرة عرضية يلعب كرة وفي التقاطها الحارس هارون البيري. لاعب إلى يوسف مينا العائد من الإصابة، يوسف يلعب كرة عرضية كاد أن يخطئ الحارس ولكن بعاتها. هم أحبائهم يعني يطلبوا منهم أكيد المزيد من التألق وتحقيق نتائج. زميلنا صالح بوفليقة أحد الزملاء الإعلاميين يرصد فريق الأنيق، شوفوا كيف مرت من العمامي ومرت الأنيق دارنص. علي دخيل يلعب كرة وكانت تدخل الشباك والحارس مرة أولى وممكن الحاسي ولكن البيري في الموعد. إلى تراولي صاحب الهدف الوحيد، تمشي كورته للوذرفي، تعود درنيسية تمر من جونيور، خطيرة الآن، هجمة خطيرة لفريق دارنص. جونيور الكاميروني يلعب كرة في اتجاه ويس، ممكن الهدف في علي دخيل. ماذا ضعت يا علي دخيل، هدف كان أن يكون محقق في هذه الكرة الأخيرة. شوف الجونيور الكاميروني مر الكرة بكل ذكاء، يعني اللي كان مفروض لويس أنه يسد. ركنية لفريق الأخضر كما يقول الحاضر يهني في فريق الأخضر. تمشي لعب كرة خطيرة ممكن تمر ولكن كرة صويب خارج الملعب لعماد رجب. شوف الكرة الأخيرة كيف مرت لصهيب ولكن تدخل علي دخيل في بعاتها. كرة يعني مرفوعة من المهدي الكوت المتميز، تمشي لها كرة علي دخيل في اتجاه المهاجمين ولكن سهلة عند الحارس هارون البيري. مهدي الوذرفي يلعب كرة في اتجاه كراوع، كراوع ممكن لكراوع لكن تعود، تعود ما بين أسامة وكراوع. فورفلي يلعب كرة عرضية، فرصة خطيرة، فرصة ولكن هناك لمس باليد. شوفوا كيف لعب كرة عرضية مرت بالدفاع، بالفعل واضحة كرة أري بابل. حديثة مع محمد أسامة يلعب كرة مباشرة تبعد بين الحارس علي أمادو. المدرب التونسي سمير شمام بمساعدة اللاعب السابق أسامة عبد السلام وأيضا اللاعب السابق للأخضر أمامنا صهيب بن سليمان. صهيب يفتح اللاعب بشكل طيب للوذرفي، الوذرفي لمن؟ إلى الكوت، يلعب كرة عرضية وهدف ثاني بالباب، ثاني الأهداف، ثاني الأهداف مشاهدينا الكرام عبر قناة ليبيا الرياضية. يا صهيب خذوا هات بالوذرفي، شوفوا الوذرفي كيف مر الكرة، كيف استلمها، كيف مررها بالعرضية وتجد رجل أري بابل اللي سجلها ثاني الأهداف الأخضر ويسجل أهدافه في المسابقة الليبية لكرة القدم. أري بابل يصل إلى الهدف السادس في المسابقة، والله هدف جميل يستحق الإعادة من أكثر مرة يا مخرجنا يا علي الحضيري، هدف رائع وجميل. بالكرة الماضية يعني للاعبين فريق دار نصر يطالبوا بأن الكرة كانت تسلل يعني على أري بابل. تمشي الآن كرة للنقولي أري بابل، صفقة معلم، تمشي الآن إلى كراوع، هل يفعلها كراوع؟ كراوع وكراوع والثالث، ثالث أهداف الخضراوية، ثالث أهداف الخضراوية، كراوع يسجل كل مكان. إذا شوفوا كرة كراوع بكل براعة بكل ثقة يهز الشباك، هز يهز شباك عماد رجب. شوفوا شوفوا الإعادة، وفي الإعادة إفادة يحضري والهدف الثالث لفريق الأخضر. في انتظار التنفيذ علي دخيل يرسل كرة ولكن ببراعة الحارس
هارون البيري في الكرة الخطيرة لعلي دخيل، رائع يا هارون البيري في بعاتها هذه الكرة الجذبة السريعة. شوف انطلاقة عبد الله عبد الرحيم، عبد الله عبد الرحيم اللي مر الكرة للورفالي، لعب كرة عرضية لكن قصيبات كان رائع. اكوا فرصة الآن كانت خطيرة لكراوع، هذه يتحصل كرة كراوع، كراوع مع آري بابل لعبد الله عبد الرحيم، يترك لآري بابل، آري بابل آري بابل آري بابل وجول الفريق الأخضر من عبد الله عبد الرحيم لآري بابل. كيف ما كيف راوغ وكيف لعب كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الأخيرة لعبد الله عبد الرحيم، وهذه كرة الهجمة الأخيرة اللي كانت لفريق الأخضر لآري بابل اللي ضاعت لفريق دار نص ينفذ بشكل سريع. التسديد وما الهدف، لا ضاعت كرة خطيرة درنيسية. هذه الكرة الأخيرة في القائب ناب على فريق الأخضر في المحافظة على شباكة نظيفة. شوف التسديدة الأخيرة أخضر لعمامي يرسل كرة خطيرة ومادو، ممكن يا مادو ممكن الفريق الأخضر وهدف، لا هدف خطير وهدف ضاعت وكرة خطيرة للفريق الأخضر عبر ليبيا الرياضية وعبر قناة الوسط. حكم اللقاء السيد عبد الواحد حرويدة أعلن عن انتهاء اللقاء بتقدم فريق الأخضر على فريق دارنص بثلاث أهداف نظيفة. في الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي سراج سالم وتحيات فريق عمل قناة ليبيا الرياضية وقناة الوسط من ملعب شيخ الشهداء بقيادة المخرج الشاب على الحضيري. أترككم مع هذه الأهداف ولكم التحية وإلى اللقاء.